للحديث أكثر عن تطورات المشهد في السودان ينضم إلينا عبر سكايب من إسطنبول رئيس الاتحاد العام للصحفيين السودانيين الصادق إبراهيم الرزيقي. أستاذ الصادق، مرحبا بكم. بحسب مصادر بحكومة حمدوك المقالة فإن المفاوضات قد تعثرت، كيف تنظر إلى بنود الأزمة الأفريقية؟ بنود المبادرة الأفريقية، هل أدت إلى حل هذه الأزمة؟ كيف تصف مسار هذه المبادرة؟ كان واضحا منذ البداية أن هذه الأزمة ليست في طريقها إلى الحل، لأن المكون العسكري عندما اتخذ قراره بناء على معطيات وبناء على حقائق موضوعية على الأرض، أن هنالك انقسام في الشارع السوداني وانقسام في الحركة السياسية المدنية، وأن هنالك فشل كامل للسلطة الحاكمة، السلطة المدنية الحاكمة، حكومة السيد حمدوك، وأن المبررات التي دفعت الجيش إلى اتخاذ هذه الإجراءات هي مبررات كافية للبحث عن مخرج آخر، ولكن قيادة الجيش رضخت للوساطات وسمحت لهذه الوساطات أن تنطلق. هنالك أكثر من ثمانية مبادرات الآن مطروحة في الخرطوم، مبادرات داخلية، مبادرات خارجية، لكن النتيجة واحدة، أن المكون المدني رفض بالكامل الإجراءات التي اتخذها العسكريون، وهي إجراءات كان بالإمكان التفاهم حولها والوصول إلى مشتركات بين الطرفين. أولا، تأسيس أو تشكيل حكومة كفاءات وطنية مستقلة غير حزبية، والابتعاد عن المحاصصات السياسية، وذلك برئاسة رئيس الوزراء نفسه حمدوك، لأنه رئيس الوزراء حمدوك حتى هذه اللحظة لم يصنف تصنيفا حزبيا محددا. كذلك قيام المحكمة الدستورية، قيام مجلس القضاء العالي، قيام مجلس النيابة، وكافة المفوضيات التي تؤسس لهياكل ومؤسسات وآليات الفترة الانتقالية. ثم الدعوة إلى انتخابات بعد عام ونصف، هذه أشياء مقبولة لدى كل السودانيين. فإذا كان السيد حمدوك والذين معهم الحزاب السابقة إذا وافقوا على هذا الموضوع كانت الأزمة حلت، ولكن يبدو أن هناك مشروع آخر مدعو من الغرب لا يريد هذه الإجراءات أن تتم، لأن الناس الآن تركوا الحديث عن مصالح وقطاعات الشعب السوداني ورهنوا كل البلاد في مصير سيد حمدوك ومصير مصير حمدوك. هذا هو الخطأ الكبير الذي وقعت فيه كل الأطراف، وهذا هو الخطأ الكبير الذي وقع في كل المبادرات، ذهبت إلى إنغاز حمدوك ولم يذهب إلى إنغاز الشعب السوداني من أزمته الكبيرة، الضائقة الأزمة السياسية والأزمة الاقتصادية والأزمة الأمنية. هذا هو المشكلة الآن في السودان. طيب الأستاذ الصادق، الأمم المتحدة من جهتها دعت الجيش السوداني إلى الرجوع إلى الحكم المدني، كيف تنظر أو كيف تتوقع أن يكون شكل تعامل الجيش السوداني؟ هل سوف يعود إلى مسار الثورة؟ طبعاً الجيش السوداني منذ بيان السيد قائد الجيش 25 أكتوبر قال بأنه لا يريد السيطرة على السودان، إنما يريد تكوين حكومة مدنية، وبالفعل هناك حكومة مدنية، يعني الحكومة التي ستعلن غدا أو بعد الغد ستكون حكومة مدنية، ورئيس الوزراء معه الحق باختيار وزراء، ولكن الشرط الوحيد الذي وضعه قائد الجيش حتى لا تتكرر الأزمة هو أن تكون حكومة كفاءات وطنية غير حزبية. هذا هو الشرط الوحيد، لأن الحكومات الحزبية هي التي صنعت الاتقان السياسي، وهي التي صنعت الأزمة الموجودة، والأحزاب عندما لا تختار كوادر المدربة التي تمثل كفاءة يمكن الاعتماد عليها، إنما تأتي القيادات كيفما اتفق. ولذلك السودان الآن في مرحلة جديدة، وضع على مسار جديد، وأنه مسار سليم، فالسلطة ستذهب التنفيذية ستصل إلى مكون مدني الذي سيتم الاتفاق معه وستسلم السلطة له، ولكن السياسية ستكون عند المجلس السيادي الذي يكون شراكة بين العسكريين والمدنيين.
أستاذ الصادق، المبادرة الإفريقية تحدثت عن حكومة تكنوقراط، وأيضا تجمع المهنيين السودانيين تحدث عن يعني شخصية مستقلة. إلى أي مدى ترى أن يعني العامل الإفريقي أو الوسيط الإفريقي ممكن أن ينجز أو أن يحقق شيئا يصب بحكومة مستقرة من وجهة نظرك؟ أولا هو سيكرر نفس الذي تعرض السابق في 2019. هذا لن يتكرر. إذا كانت المصالح الإفريقية تريد أن يعود الجميع إلى ما سبق قبل يوم 25، هذا غير ممكن. ولكن الوساطة إذا أخذ اعتبار رأي الأغلبية الصامتة المقدر من السياسية التي رفضت الصيغة السابقة، يمكن المبادرة الإفريقية أن تحقق شيئا. أما إياب تجمع إلى نقطة عالجية خيار شخصية وطنية مستقلة، فهذا متفق عليه. لكن تجمع الوطنيين نفسه هو كيان وهمي غير موجود، يعني غير موجود على العرض. هو لا يتشكل من النقابات ولا يتشكل من المهنيين السودانيين ولا يمثل، هو مجرد واجهة سياسية كانت للحزب الشيوعي السوداني وتظلت واجهة سياسية للحزب الشيوعي السوداني. لا يمكن لهذا التجمع ان يصادر حق السودانيين اختياره. هذه مجرد اوهام سياسيه، هذه مجرد تدليس على المجتمع السوداني باسم كيان غير شر موجود ولا يمثل المهنيه السودانيه ولا يمثل اي نقابه ولا اي اتحاد مهني موجود في السودان. الأستاذ الصادق إبراهيم، يعني كيف ترى نبض الشارع السوداني بعد تعثر الوصول إلى حل للأزمة، وكذلك مع استمرار التظاهرات أو مع تجدد التظاهرات في السودان؟ طبعا الشارع السوداني كما قلت شارع منقسم الآن، هنالك أكثر من شارع، هنالك بالفعل مؤيدين للحرية والتغيير السابقة التي أزيحت من السلطة، وهنالك مجموعات أخرى ضخمة هي التي نفذت الاعتصام السابق أمام القصر الجمهوري، أيضا عدد مقدر كبير من السودانيين وهو واسع من السودانيين. هنالك اللامنتمين سياسيا الذين لا يرغبون بالجميع. فالشارع السوداني الآن يوجد فيه عدة تيارات وعدة اتجاهات، ولكن يعني إذا ترك للشارع السوداني الاختيار الحر بدون تخبيش الرؤية، الشارع السوداني يستطيع أن يعبر عن رأيه وقد أوصل رسالته. لكن الآن المرحلة هي مرحلة الحوار السياسي، هي مرحلة التحاور بين السودانيين ومرحلة البحث عن حل عاجل لهذه الأزمة. وأنا أعتقد أنه إذا أعلنت الحكومة في أي وقت ستهدأ الأمور وستنتظم الأوضاع في السودان، لأنه بالفعل ستكون حكومة مدنية وستأتي بشخصيات سودانية لها احترامها ولها كفاءتها. فأنا أعتقد أن الوقت الآن يجب استثماره، يجب استثمار هذا الوقت، وعلى الممسكين بمقاليد الأمور خاصة العسكريين أن يعجلوا في اتفاقهم مع شخصية مدنية وطنية تستطيع تشكيل حكومة عاجلة حتى نتجاوز هذه الأزمة الراهنة، وحتى ننتبه إلى مشكلات الشعب السوداني الحالية، وهي مشكلات حقيقية تتمثل في الحالة المعيشية الراهنة والصعوبات التي تواجه الاقتصاد السوداني وحالة التشظي الأمني والسياسي الموجودة في السودان. عبر سكايب من إسطنبول رئيس الاتحاد العام للصحفيين السودانيين السيد الصادق إبراهيم الرزيقي، شكرا جزيلا لك.